بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى ليوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، نحل مع بعض كراسة المراجعة والامتحانات. برافو، نبدأ من صفحة 77، نبدأ عشان ما نضيعش وقت من أول الامتحان الأول. نبدأ على طول، بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 77، الامتحان الأول، امتحانات برافو. بندردي بغشان، الجمعة القادمة ميزون فو أطفالي جلال وخالد فون فير سيعملون أنفياج رحلة إلى الفيوم أفيك لي كوبين مع زملاء الفصل. الفون براندر سيأخذون الأتوبيس الساعة 8 صباحا. الفون ألير سيذهبون إلى حديقة الملاهي الساعة 10 صباحا. أين إير ساعة أبغي بدميدي بعد الظهر. الفون سيبهم سوف يتنزهون. دلوا جغدان في الحديقة الساعة 1 بعد الظهر، هم هيتنزهوا في الحديقة. الفون بوندر سوف يأخذون صور تذكارية الساعة 4 دبغي ميدي بعد العصر أو بعد الظهر. الفون بوندر سيأخذون أتوبيس لكي يعودوا إلى القاهرة. مسيو شريف، السيد شريف. لذلك التلاميذ فون ليس يذهبون إلى جردان الحديقة الساعة 1 يعني الساعة 13. جلال وخالد فون أنليرس يذهبون إلى حديقة الملاهي يوم الجمعة. فندردين لازم فا أولاد السيد شريف فون أنليرس يذهبون أون فواياج في رحلة أفيك ديكو بين دو كلاس مع زملاء الفصل الساعة 11. خالد وجلال فون سيذهبون الساعة 11، خالد وجلال سيذهبون إلى الحديقة في التنزه. شوفوا القطعة اللي جاية. ألو أوديري، فيرجينيا بتقول لأوديري ألو، يبقى في التليفون. الحفلة تبدأ، أنت أين؟ قالت لها جي سوي أمام لاغار محطة أفيك ماسيور مع أختي ميشيل، يبقى ميشيل أخت أوديري. وزيد بيردو، أنتم تائهات؟ قالت لها نعم، كيف ماذا نفعل؟ قالت لها عليت الضوء، مشي طوالي وخذي شارع البوسطة أغش على اليسار، أنا أسكن في رقم 20. قالت لها ماشي سي فاسيل. هذه الوثيقة تكون أنا قبل تليفونك مكالمة تلفوني. فيرجين أورجانيزي تنظم حفلة أعصى ميزون في منزلها. فيرجين إي إلى أوديري تصف خط السير الأخراني. فيرجيل تسكن في شارع البوسطة، أخذ رقم ب. بقول لك توم بتي فرير أخوك الصغير تي دوماند يطلب منك ماذا ليفيتور نير الطبيب البيطري يعمل. ماذا أنت تقول؟ هتقول هو أكوبيل زلمو ينشغل بالحيوانات الأخيرة. أكوبين زميلك باغلي يتكلم عن أوريجين أصل أبوه، هو هيقول آخر واحدة أبي يكون مصري لكنه ولد في العراق. تيدمان أن تطلب من سائح صيني لغته اللي بيتكلم بها في بلده، ماذا هو يقول؟ هيقول أم باغلو شنوان أتكلم الصينية. تيدمان أن تتكلم من بصون، تكلم أن تطلب من بصون من مار مكان المحطة، ماذا هو يقول؟ هيقول لك إلي ديفون أنها أمام البسطة أو أمام الميدان. الجملة اللي جاية، تي ديمون تطلب من أبوك من يطفئ الحرائق، هو هيقول إنه لوبون بيغرق للإطفاء. تنمي زميلك تي ديمون يطلب منك التنس، إنه ماذا؟ ماذا أنت تقول؟ هتقول إن التنس بوغ إنه رياضة. تونامي زميلك تي دوموند يطلب منك بوكوالي، ماذا تذهب وبارك دي اتراكسيون الى حديقة الملاهي، ماذا انت تقول؟ هتقول بوس الموزي لكي اتسلى. جيم لا كولير، كلمة كولير مؤنث، اخذ كلمة فيرت التانية. تون ادريس عنوانك، انه ماذا؟ اخذ التالتة، تأتي في وسط ونهاية السؤال، اما دي تأتي في بداية السؤال فقط. ما طون تعمتي تكون في صفة فضلت مشي مذكر مؤنث، قال لك ميديسان، الباقي كله مذكر، لما ميديسان يمشي مذكر ويمشي مؤنث.
محمد فون الير سيذهب إلى مدينة لندن. مدينة لندن بتاخد حرف الجر آه. الشتاء يكون بالسيزون، موسم جميل، هقول إلا أبصرف عشان الشتاء مبدوء بحرف متحرك. مسيو سيدي وعمل فصلة، يبقى أمره أمر مع مين كمان؟ أمر مع الفول، لأنه احترام. أخد اللي آخرها أو زد أو أبر الكوبري. مسيو سيدي فو زدت أنت تكون بغدو تائه. الفو عايد على مفرد مذكر، يبقى الصفة لازم تكون مفرد مذكر. ماريا إيني تولدت أوم وان، تعبير على بعضه أوم وان دو، أخد التاني. الامتحان التاني بيقول لي جو موبيل، أنا اسمي أليكس جيفيان دو فرانس، أنا جاي من فرنسا. أجودوي اليوم إنه 12 يناير، ده كده في الشتاء. جو فيزيت، أنا زرت المتحف المصري في القاهرة. في مصر الفيبو فوا، جو بارد مي لكن سي إيبو بو موا، إنه جيد بالنسبة لي. جيم فيزيتير لا يجب، تحب أن أزور مصر في الشتاء. دوما غدا جيفي فيزيتير، سأزور لي براميد إيه، أنا سوف أزور الأهرامات. وأبغي دوما بعد غد، أنا سوف أزور لا فيل توريستيك، المدن السياحية مثل الأقصر وأسوان. أليكس نوت لو 12 جانفي، أليكس بيكون في، أنا اسمي أليكس جاي من فرنسا. اليوم 12 يناير، جي فيزيتين، زرت المتحف المصري في القاهرة، يبقى أوكي. أليكس يحب أن يأتي إلى مصر في الشتاء. بور أليكس، الطقس في مصر يكون بو جميل. أليكس زافا فيزيتير، سيزور الأهرامات يوم، نشوف غدا، يبقى يوم 13 تريز جانفي. من مارتين إلى لودو، انفيتاسيون، دعوة. على أوكازيون دي مي سيزان، بمناسبة عيد ميلاد 16، أنا أنظم حفلة جوزية تنكرية شيموا عندي يوم الجمعة بروشان القادمة. بور أريفير، لكي أصل شيموا عندي سيدي في سل، إنه صعب. جي دي سوند، أنا أنزل ألا بليس إلى ميدان رمسيس. أخذ شارع عرابي. إي كاتريم فو، في الإشارة الرابعة لف في يسار شارع محمد فريد. أنا أسكن في رقم 76 أوت ويتيم إيتاج في الطابق الثامن. هذه الوثيقة تكون إنفيتاسيون، دعوة. أنونس سير إنترنت، إعلان عن الإنترنت. كارت بطاقة. كونفرساسيون، محادثة. إيميل، إيميل. عرابي يكون اسم ميدان ولا عمارة ولا شارع؟ أخد كلمة شارع. مارتين تسكن في الطابق الثامن. مارتان ينظم حفلة بمناسبة عيد ميلاده، أخذ الأخرني. تيكسبليكي، أنت تشرح إلى زميلك طبيعة عمل المدرس، ماذا أنت تقول؟ هتقول إليكسبليكي لليسون، يشرح الدروس. تيدمان، أنت تطلب من زميلك أماكن السياحية في فرنسا، ماذا أنت تقول؟ هتقول لومزي، المتحف يكون بتاع الفن الجميل، وشامبليزي والشامبليزي. طامي وأمك، تيدمان تطلب منك من أين تأتي، ماذا أنت تقول؟ هتقول لها من حديقة الملاهي رقم دي. تيدمان، أن تطلب من زميلك سندوزمو تنكره، ماذا هو يقول؟ هيقول أنا متنكر في بومبير رجل إطفاء. توباغل، أن تتكلم عن جدول جدول مواعيدك، ماذا أنت تقول؟ هتقول أنا أذهب إلى المتحف الساعة 14. تونامي، زميلك تيدمان يطلب منك تالونج بريفري، لغتك المفضلة، هتقول له جادور لو فرنسي، أعشق الفرنسا. تونكوفين، زميلك تيدمان يطلب منك متى تستطيع تعمل أشكال ثلجية من الثلج، هتقول له انفير في الشتاء. مسيو سيدي وعمل فصلة، يبقى أمر مع الفو زي ما اتفقنا مع بعض، أخد برن اللي نهايتها أو زد. لا يجب تستغوف، مصر توجد في أفريقيا، القارات بتاخد حرف الجر أون. منزلي يكون بجانب المحطة، المحطة مؤنث، أخد دولار. مونكوزين، ابن عمي يسكن إيكول، المدرسة قبلها أداة. بغي كانت عايزة دو، دووا كانت عايزة دو، ديفون تنفع، انتر كانت عايزة مكانين أو أقصى.
يبقى يسكن أمام المدرسة. كليتون تون بتاعت مذكر، عنوان مؤنث بياخد تون صحيح بس مؤنث، أخد جزمه تنكر، وادي مؤنث وادي مؤنث، ادي موقع وادي مهنة. تغني لف في ثالث إشارة، الإشارة مذكر أخد أو. مامي أمي تكون أمي مؤنثة، أخد ميزان طبيبة تمشي مذكر ومؤنث. لاناتير الطبيعة بتاع الطاب وفسيون مهنتك، الطبيعة مؤنث أخد كل التانية. موكوبن معكوبن زميلتي فاطمة أورجانيزيت تنظم حفلة تنكرية في منزلها بمناسبة عيد ميلادها 17. الانفيتي هي دعت سي فوازين جيرانها جميلة وفريدة وندى. جميلة تكون متنكرة في طيار، فريدة في ممرضة، ندى في أفوكات محامية، لكن فاطمة تكون متنكرة في مدرسة. فاطمة عندها 17 سنة، يبقى دي الست. الحفلة التنكرية تكون عند فاطمة. كاميليا تكون متنكرة، جميلة تكون متنكرة في طيار، جميلة وفريدة وندى يكونوا نقط فاطمة، يبقى يكونوا جيران فاطمة الأولاني. إذا لصمت بغلي الشباب أو المراهقين يتكلمون عن أماكن الأجازة. بونجور لورا، صباح الخير يا لورا. جي سوي دان أنفيل أفيك، أنا أكون في المدينة مع بيكودي موزي كثير من المتاحف. اليا يوجد أن جراند نمبر، عدد كبير من المنامون آثار الاستروك التاريخية. ده ماريا اللي كاتبه. بونجور أدولين، لو هو الماء بتاع البحر يكون كلير صافي. إبلو وأزرق، اليا يوجد ديفو مناظر بو فير دو سيرف لكي نعمل تزلج. يوجد أمواج عشان نعمل تزلج. ده اللي كاتب ده مراد. سالو أوسكار، أهلا يا أوسكار. تو إيفير، كل شيء أخضر يوجد دي زربر أشجار وزهور. خلف المنزل، اليا يوجد الريفير نهر. تو ليجو، كل الأيام هم في نمارس فروسية. دماني مانو يحب فير لا اكتاسيون، يمارس فروسية. هؤلاء الشباب يصفون، هو قال الأجازة للويدي فاكونس، أماكن الأجازة. من اللي بيقضي أجازته في البحر ده مراد. الرير خلف المنزل بتاع مانو انتوف، نجد ان جاردان او ان ريفير نهر. تيم فوتوغرافيا، انت تحب تصوير الطبيعة، ماذا انت تقول؟ هتقول جي في، انا اذهب ضل فوغي في الغابة. تونامي زميلك سيم فورمي يسأل على عاصمة فرنسا، ماذا انا هو يقول؟ هيقول كلي لا كابيتال دولا فرانس، ما تكون عاصمة فرنسا. تونامي زميلك تي دوماند يطلب منك وصف حيك، ماذا أنت تقول؟ هتقول إلي قال منه هادي. تي صلي، أنت تحيي تي زمي أصدقائك في الصباح، ماذا أنت تقول؟ هتقول لهم بون سالوتو لوموند، صباح الخير أو أهلا كل الناس. دي مساء الخير، ودي ليلة سعيدة، ودي أبلوة، ده يعني بنفضل يتمشي صباحا ومساء وفي كل وقت. تي دمان، أن تطلب من زميلك أين هو يذهب لكي يرى دي زوفر دي أرت، أعمال فنية، هو هيقول لك أم زي إلى المتحف. زميلك تي دمان يطلب منك الإسكارابي الخنفساء، إنها ماذا؟ أنت هتقول إنها إنسكت حشرة. توم بتي فرير، أخوك الصغير يطلب منك أين نذهب لكي نأخذ سندويتش، أنت هتقول له على كافيتيريا. إلى دور، هي تعشق حيها، هي معها سون صاصي والحي مذكر، أخذ سون. لوسي وأنجيليا يسكنون في بونس أيرس، دي مدينة تأخذ عاصمة الأرجنتين. الاستاد يكون أكود بجانب المرسنة ومذكر، أخذ دو.
بذنفع أطفالي وأنا أن بتساوي الضمير اللي في التصريف نحن خائفين باخد أبو خائف تيجي مع فيرب أفوار كريمني إيه بعد نفي في حالة النفي بحط دي هو ودي أبو صرف من أوردناتير الكمبيوتر يكون لا شامبر في الحجرة أخد دون لا شامبر في الحجرة هي اللي بيجي وراها أداة انت كنت عايزة مكانين او اكثر الدوم ما يجيش وراها لا اكوت كنت ناقصها دو سيركيل كنت يان على اي كار الكار مذكر اخد كل الاولانية كليتون ادرس العنوان اخد كل التالت امتحان الرابع بيقول لي ليزي دولسون الشباب الفرنسي اون بكود الوزير عندهم كثير من اوقات الفراغ الصوت هم يخرجون الفون افيك دي زامي الى اصدقائهم الى الكافيهات والسينمات الاميسي وغمني هم يحبون التنزه ضل لاتير في الطبيعة في الأسرة البريفير هم يفضلون الذهاب على مونتان إلى الجبل في الشتاء وفي الريف وإلى الريف أو شاطئ البحر أون إتي في الصيف الأطفال يحبون فير دي فيلو ممارسة ركوب الدراجات ولعب التنس والتزلج لكن عندما إني صورت باه عندما لا يخرجون هم يلعبون ألعاب فيديو لزادو الشباب الفرنسي يفضلون التنزه في الطبيعة مع الأسرة إنفامي مع الأسرة باخد اللي هي الأولانية ونيفير في الشتاء الشباب يفضلون الذهاب إلى مونتان إلى الجبال كوندا عندما الأطفال يبقون في المنزل هم يلعبون ألعاب فيديو جو فيديو إذا دولي الشباب الفرنسيين يحبون الذهاب إلى الريف احنا قلنا في الصيف يبقون التي بولين بيقول سالو جي في على فيد جوزين اذهب الى حفلة تنكرية بتاعت صديقتنا لوسي يوم الاثنين الساعة 8 تي في ان افيك موا قال له سالو سلام سي جينيال هذا رائع دلولة بتقول لبولين مي لكن كيف نو قال له شيل نذهب اليها هتلاقي انه سهل نحن ناخذ المترو حتى ميدان التحرير ابغي بعد كده نو تغني نلف على ساتو غازيم رو في سادس شارع أضواء يمين لاميزون منزل يكون خلف كافي القهوة داكور أنا جاي لودوفي البنتين سيذهبون على حفلة يوم الاثنين لو سواغ في المساء بوليني توضح خط السير للذهاب إلى عند لوسي بوليني ولولا يذهبون إلى ميدان التحرير بالمترو الأخراني ميزون منزل لوسي يكون دورير لو كافيه خلف القهوة تي دوموند أن تطلب من زميلك يطلب منك الطقس في الشتاء ماذا أنت تقول هتقول إني أجي طول جورني تمطر طول النهار وعندك أن تتوضح خط السير إلى مار كاسكتي دي ماذا تقول أقول له توني عدوة لف يمين توم بتي فريرا أخوك الصغير تي دومون طلب منك أين لو كوزيني الطباخ يعمل ماذا أنت تقول هتقول له هو يعمل دان أن أوتيل في فندق تي دومون تطلب من مدرسك لشيف سوري الخفاش إنه ماذا هو هيرد عليك يقول لك إنه حيوان كيفولي يطير تدقي عند تصف تون كارتير حيك انت حتقول مون كارتير حي يكون مانيفيك رائع توم بتي فرير اخوك الصغير يطلب منك من يعمل في المدرسة ماذا انت تقول حتقول سي ايه لوبو في السير انه المدرس تونامي زميلك تي دوموند يطلب منك اوب اوروبا انها ماذا انت هتقول انها كنت ينكر رقم سي فرنسا توجد في اوروبا فرنسا دولة مؤنث اخد لا لوي اماكن اكتب على اماكن جمع مذكر اماكن انت تحب ان تزور هقول له اي اماكن تحب ان تزور
إما تكون متنكرة في ممرضة، بين يتنكر وبين المهنة أخد أن. ساندرا تكون أكترس ممثلة. مدام منى كان ديفوزيتي، متى حضرتك اتولدت؟ بتكلم مع مدام، مدام مؤنث تاخد نيل آخرها 2 أو. لاغار المحطة تكون مون لوسي. بري كنت عايزة دو، أكوت كنت عايزة دو، إنتر كنت عايزة مكانين أو أكثر، ديفون أخد ديفون أمام بيجي وراها، ديترمينو محدد. جي إم لابلي أحب المطر، المطر مؤنث أخد لا. لامي صديقة فابيو تكون صديقة مؤنث أخد برتغاز، برتغالي. الامتحان الخامس من نادر إلى بيير بريزنتير كل كان تقديم شخص ما. مون كوزين ابن عمي اسمه كريم، بنادر لي ابن عمي اسمه كريم، هو يسكن في ان جراند كارتير، حي كبير في الاسكندريه. في حي يوجد اوتيل فندق، اني ابادو سينما، ما فيش سينما. في الاجازه التغى فاي، هو يعمل في مطعم. هو يحب الرياضه، لو كلوب بالنادي يكون قريب من منزله. شاك جور كل يوم، الفا كلوب يذهب للنادي بورجويي وتنس لكي يلعب تنس. تونامي زميلك نادر. كريم تغافاي يعمل في مطعم، هو قال في الأجازة يبقون فاكانس. كريم يحب السينما ولا البيانو ولا الانترنت ولا التنس؟ قال هو يمارس رياضة، لو كلوب في النادي، شاك جور هو يلعب تنس يبقى ياخد تنس. دانسو كارتير، في هذا الحي لا يوجد سينما. بيير يكون ابن عم نادر، اخذ الاولاني. او فوان لير، اين تذهبون؟ بنضل لفاكانس اجازه نصف اخر السنه، نهايه السنه. ايبو كوا، لماذا؟ انطونيو قالو جي ايم لير، احب الذهاب على كامبانيا للريف، بارسكو او عند شي ميغان برانتس عند جديه في الريف، انتروف نجد الطبيعه جميله خاصه في يوليو شهر 7. تيو قال مو انا اقضي الاجازة في نيس بورناجي لكي اسبح وامارس ركوب الدراجات مع بنت عمي هيلين. اليكس قال انا اعشق الكمبيوتر، انا ابقى في المنزل لكي اتصفح على الانترنت. تيو يكون نقط هيلين، ادور على البنت اللي اسمها هيلين، قال له بنت عمه يبقى كوزين ابن عم. أنطونيو يحب الذهاب إلى الريف في الصيف. تيو يقضي الأجازة في البحر في نيس. نقط يتصفح سير الإنترنت، الواد الأخير أليكس. زميلك تي دوموند يطلب منك لبروفيسيون، مهنة أبوك، ماذا؟ هو يقول، حيقول لك كلي لو متيير مع مهنة تومبير أبوك. تي دوموند، أن تطلب من زميلك لوتوم بالطقس اليوم، ماذا أنت تقول؟ أقول له كلي لو تمبراتير، ما تكون درجة حرارة اليوم. تونامي زميلك تي دوموند يطلب منك، لماذا تتمنى أن تكون فارماسيان صيدلي؟ أنت حتقول بو لكي بربير لو ميديكامو، جهز الدواء. أنتي دماند، شخص طلب منك طالما صنعتي جنسيتك، ماذا أنت تقول؟ هتقول جي فيان دو جنسية، هقول له جي سوينا سلالتي، أنا أكون من جنسية مصرية. تي دماند، أن تطلب من سائح صومبيي بلده، هو هيقول لك إنها لا فرانس، إنها فرنسا. تي اندوكي، أن تتوضح إلى زميلك موقع الفندق، المستشفى، ماذا أنت تقول؟ هتقول المستشفى تكون على ميدان الزهور. زميلك تي دوموند يطلب منك، أين تذهب لكي تصور الطبيعة؟ ماذا أنت تقول؟ هتقول له أذهب على كمباني للريف. السماء تكون جري رمادية في الشتاء، فصول السنة تأخذ حرف الجر والن ما عدا الربيع. أتراكسيون لعبة مفرد مؤنث، أخذ كل التانية. أي لعبة؟ روبرت يتمنى الذهاب إلى بايبا، الأراضي المنخفضة، دولة جامعة، أخذ أو. لو توم بالطقس يكون جميل، أخذ إيه. فادي أفيك تيكوزن مع عيال عمك،
فادي كده عمل بعده فصلة، يبقى عايز أمر. طب ده فعل ذو ضميرين، يبقى باخد اللي فات واو في النهاية. تنمي مزاجك يكون، المزاج مؤنث، مفرد مؤنث، آخد ديفرونت مختلف. الجملة اللي جاية، لو كاميون السيارة النقل تكون أغش يسار باساج بتيوم ممر المشاة مذكر آخد دو. بيقول لك الو علي بور لكي تتنقل انت خذ، يبقى خد تو. لابد من تحويل السو الى تو، طالما بتكلم مع علي انت تتنقل خذ، يبقى امر يعتبر تنقل اخد تو. الامتحان السادس بيقول لي من فاني جيم لو سلي، الشمس في الشتاء في الصيف والبحر، بحب ثلاث حاجات الشمس والصيف والبحر. ليه؟ قالت له انا اعشق الشتاء والثلج والمونتان والجبال. جولي قالت نو مو انا سئل انا اطير الطبيعه والغابه والاشجار. فاني قال انا اكره الرياضه لكن انا اعشق الموسيقى. جيفي انا اعزف على البيانو. ليه؟ قالت مو انا امارس تزلج، عشان هي اصلا ليه بتحب الشتاء والجبال والتنس. وأنت يا جولي؟ هتلاقي أنا أمارس ركوب دراجات في الغابة بور فور لكي أرى الأشجار. لزير بفيرت العشب الأخضر ولا فلير الزهور إتوت دي كولير من كل الألوان. فأنا هتلاقي أنه صم أمين، نحن صديقات لكن أون إي دي فون نحن مختلفين. ليه تعشق، تعال ندور على ليه، بتعشق الشتاء. فاني تكره، تعال ندور على فاني. قالت انا امارس جودو. تعال نطلع لفاني تاني، انا اكره الرياضة لوز بور الرياضة. جولي تمارس، جولي بتمارس ركوب الدراجات يبقى دو فيلو. جولي تحب الغابة بور فوار لكي ترى ليزيغ بالعشب. الو صباح الخير، سي ايه ليا انها ليا دالور اللي بتقول. قالت لها نعم انها انا، قالت لها انا ادعوك الى حفله تنكريه عندي. قالت لها داكور ماشي، متى انت سوف تذهبين الى هذه الحفله؟ متى سوف تعملين هذه الحفله وفي اي ساعه؟ قالت لها يوم الخميس 3 يناير الساعة 5، يبقى كده بعد الظهر. جيمي سوي دوزي او جيمي دوزي، انا اتنكر في كوزونير طباخ دلارة. صديقتي ساندرا تكون ممرضة، ميتيلدا تكون شانتيز مغنية، وانتي ماذا يكون تنكرك؟ قالت لها مو انا جيفي دوزي ساتنكر، يبقى ليا ساتنكر في طيار. لافت الحفلة التنكرية بتاعت لورا سوف تكون الاميزون في المنزل. مين اللي بيتنكر في ممرضة؟ أدور على كلمة ممرضة، يبقى ساندرا. حفلة التنكرية بتاعت لورا سوف تكون يوم 3 يناير. الحفلة التنكرية سوف تكون الساعة 5 بعد الظهر، يعني الساعة 17. تينفورمي، أنت تخبر زميلك الفرنسي عن الطقس في مصر في الصيف، ماذا أنت تقول؟ هتقول له لو سولي الشمس ساطعة طول جورني طول النهار. تونامي زميلك تي دوموند يطلب منك بوكو، لماذا تذهب إلى حديقة الملاهي؟ ماذا أنت تقول؟ هتقول له بو ساميوزي لكي أتسلى. تي دوموند تطلب من زميلك أين يذهب لكي يقرأ كتاب، هو هيقول أنا أذهب على لبغير على أو سي دي بتاعة المدرسة، لبغير دي بتاعة شراء. السي دي مركز وثائق المعلومات، يعني مكتبة كبيرة شوي. أن تطلب من زميلك الطقس، ماذا أنت تقول؟ هقول له الفي كلتومب أو كلتومب فتيل، ما حالة الجو. تبارا، أن تتكلم عن مشروعاتك في المستقبل، ماذا أنت تقول؟ جي في ألير سأذهب إلى الإسكندرية. تونامي زميلك فو بصير يريد قضاء الأجازة في مكان هادئ، ماذا أنت تقول؟ هقول له اذهب إلى الريف.
تضمن تطلب من زميلك أين يذهب بور بروندا للترين لكي يأخذ قطار الظلام. ماذا هو يقول؟ هيقول لك أو بارك دي أتراكسيون. جيفالا يقول لن أذهب المدرسة الساعة 8. الساعات بتاخد حرف الجر آه. سيسون دي باساج إنها ممرات بتيوم مشاع عشان جمع مذكر. فوز اللي تذهبون هقول له أين تذهبون أخد أو. كليتون أدرس ما هو عنوانك؟ العنوان مؤنث بس مبدوء بحرف متحرك يعامل معاملة المفرد المذكر في صفات الملكية. دومان غدا جوفا أنا سوف. الفعل الأولاني مصرف يبقى التاني مصدر. جوي أدي جي فيديو ألعاب جديو ألعاب فيديو. أميرة لا تحب فعل يحب لا يتأثر بالنافي لأن بيجي معاها أدوات معرفة. والخريف مبدوء بحرف متحرك أخد إلا بصرف. ميكوزين عيال عمي دول جامع بيساوي الضمير ال اخد اللي نهايتها او ان تي. طب ما دي او ان تي بس دي مع ال بتاعت المفرد. جابت تنعسكم في مدينة ليون المدن بتاخد حرف الجر اه. الامتحان السابع سالو بولونيا اهلا بولونيا وجوردويل يوم انه ديمانش الاحد تي فا فينير ستاتينا الى حفلتي غدا. يبقى الحفلة هتكون يوم الاثنين. جيتي اكسب لكي اشرح لك كومون الريفي كيف الذهاب عندي او الوصول عندي. عنواني 3 شارع المحطة من ميدان كونكورد. تبغين انت تأخذيني ثاني شارع اضوى يمين. منزلي يكون لوتوغوازيم 3 اغش على اليسار. جابت تنعسكم في الطابق الخامس. الحفلة سوف تبدأ الساعة 8 مساء. كل الأصدقاء سيكونوا متنكرين. أنفاسا ميوزي سنتسلى دا فيكتوريا. نشوف فيكتور سوف تنظم حفلة على ميزون في المنزل. هي قالت عندي يبقى في المنزل. لافت الحفلة سوف تبدأ لوسواغ في المساء. فيكتور يسكن في الطابق. هي قالت في الطابق الخامس. الحفلة سوف تكون يوم الاثنين زي ما احنا قلنا لوندي. القطعة الثانية من باستين إلى عمر دكرير سون كارتير يصف الحي. جيسوي كنتو أنا سعيد دي أفوار الحصول على سمي زميل مصري نت مصري. أنا أكون فرنسي من باريس عندي 17 سنة. أنا أذهب إلى المدرسة بالعجلة. أنا أسكن مع مي بغنطس والدي. دان أن غراند كارتير في حي كبير في حي اللي يوجد موزي متحف مكتبة اي ان كلوب ونادي. متحف ومكتبة ونادي ما إيه لكن لا يوجد دي تياتر مسرح. بورسو دو بلاستير التنقل في الحي ام بغند ناخذ الاتوبيس او المترو. باستين يصف سون كارتير حي. عمري يكون باستين سيبا كوبين زميل النت. باستين يذهب الى مدرسته افيلو على العجلة. في الحي بتاع باستين لا يوجد تياتر مسرح الاخراني. يقول لك تي دوماند ان تطلب من زميلك لا بروفيسيون مهنة سامير امه. هو هيقول لك مامير امي لا تعمل عندهاش مهنة. تي دوماند ان تطلب من زميلك الفرنسي كيلونج اي لغة السكان يتكلموها في فرنسا. هو هيقول إل باغل فرنسي أو جو باغل فرنسي. هم يتكلمون لا لونغ فرنسيز اللغة الفرنسية. ما تكلمش عن نفسي بتكلم عن السكان. تي ديمان تطلب من زميلك لا غير الساعة. ماذا هو يقول؟ هيقول لك إلي بدي إنها الظهيرة بلي بالضبط. الساعة 12 تي ديمان تطلب من تونامي من زميلك سا سيزون موسمه المفضل. ماذا هو يقول؟ هيقول لا سيزون دي بلي انه موسم المطر الشتاء. هيقول لك زميلك تي دوماند يطلب منك متى نستطيع ان نعمل بن ام اشكال ثلجية من الثلج. ماذا انت تقول؟ في الشتاء. تونامي زميلك تي دوماند يطلب منك اين تذهب لكي تتصفح على الانترنت. ماذا انت تقول؟ هتقول له الى السي دي اي الى مركز الوثائق والمعلومات.
طب امك تطلب منك من اين تاتي، انت هتقول لها انا جاي من السينما اخد رقم د ب علي، وانا اون بتساوي الضمير اللي تاخد ناتي من فرنسا عشان حرف الجر هو اللي اتحكم في الجمله. لفليغ الظهور جمع مؤنث، تكون فوليت بنفسجيه الاخرانيه. لو فيترنير الطبيب البيطري، سواني يعالج ليز انيمو الحيوانات اخذ الاخرانيه. فاكونس اجازه جمع مؤنث، ادور على كلمه جمع مؤنث قالك بوشان القادمه التالتة. لف في الشارع، الشارع مؤنث اخذ الا. من اونكل عمي يكون ميديسان طبيب اخذ التالتة. ماميزون منزلي يسكن بجانب السينما، السينما مذكر اخذ دو. اوت فوا بصوت عالي، سيدي يبقى امر مع الفو، اقول له تكلم اخرها او زد. بونجو صباح الخير، انا اسمي ليو جي سويلسيان، انا طالب ثانوي، انا اسكن في حي استرك تاريخي. شاك ماتان كل صباح، انا سوف اذهب الى المدرسة الثانوي، او انا اذهب الى المدرسة الثانوي الساعة 8. بوغالي للذهاب الى المدرسة امشي طوالي، ثم الف يسار في سادس شارع. المدرسة تكون بين المتحف والبوسطة. في مواجهة المدرسة يوجد ميدان الياوسي، يوجد أيضا حديقة إيرسترون ومطعم. ليكون إليف تلميذ، ليذهب إلى مدرسته، هو قال أنا أذهب إلى مدرستي بالأتوبيس بالعجلة على الأقدام كل صباح. أنا أذهب المدرسة أتمنى الذهاب إلى المدرسة، أنا أمشي تدو وطوالي بأبي على الأقدام. ليصف خط السير للذهاب أوليسي إلى المدرسة، هو قال للذهاب إلى المدرسة مشي طوالي بيصف خط السير للذهاب إلى مدرسته. ديفال لسي أمام مدرسة ليو يوجد أرسطو مطعم. سلو باتريسا، أهلا يا باتريسا. جمال اسمي آن، أنا أكون مصورة، أعشق الزهور، أكره الكلاب وإنسكت الحشرات. منامي صديقتي مارتين، تكون بنتير رسامة، هي تحب نزول عصافير، هي لا تحب البراكين. معسير أختي هيلين، يبقى هيلين أخت آن. تكون ميديسان طبيبة، هي تحب لابلاج الشاطئ. كم طوى مثلك، يبقى مثل باتريسا، لكن هي تكره ليمونتان الجبال. أن تكون فوتوغرافية مصورة، أن تعشق الزهور. مارتان تكره، أدور على مارتين، هي تكون رسامة تحب العصافير لا تحب البراكين، آخذ البراكين. تحب البلاج الشاطئ، عندي اتنين بيحبوا الشاطئ، هيلين وباتريسا، يبقى هيلين وباتريسا آخذ رقم سي. تدمان أن تطلب من زميلك من أين هو يأتي، ماذا هو يقول، هيقول لك حاجة فيها دو، يبقى من حفلة تنكرية، عشان هنا من أين. إنه عيد ميلاد زميلك، ماذا أنت تقول، هتقول له بون أنيفيرسير عيد ميلاد سعيد، أو جو أنيفيرسير عيد ميلاد سعيد. تنمي زميلك الألماني يدعوك لزيارة بلده، أنت تقبل الدعوة، ماذا أنت تقول، هتقول له ستين بون دي إنها فكرة جيدة. أوكي، في القاهرة أنت تبحث عن عنوان، لكن أنت تهت، ماذا أنت تقول إلى المار، هتقول له كمو الليل كيف الذهاب إلى برج القاهرة. تيدمان تطلب مدرسك لو فيتونير دو فيتنام، فيتنام إنها ماذا، هو هيقول لك إنها بيي بلد. تونتي ما أنت تحب كثيرا لا كوليغ مارون اللون البني، ماذا أنت تقول، البني أنا عاشق البني الأولاني. تدمان أن تطلب من زميلك برتقالي، ماذا هو يفضل الصيف، هو هيقول بارسكيل أنا الصيف
يكون موسمه المفضل برسكيجي سوي ان فاكونس لانني اكون في اجازه. جوابات تناقصكم في الطابق مذكر اخد او سواء ده ساكن او متحرك. العدد الترتيبي ما بيأثرش في حروف الجر. ليه تحب ان تعمل باتان اجلس مذكر اخد دو بور نقط لترين لكي تاخذ القطار اخد بروندر الاخرانيه. كلتون بالطقس يكون اخد كل للتانية مع حالة الجو. لا ناسيوناليتي دي رمزي رامز اي دو مالك. الجنسية بتاعت رامز ومالك تكون مصرية. بتكلم عن الجنسية. في الربيع السماء تكون بلو زرقاء الاخرانية عشان السماء مفرط. هو نقط لا كولير روز اللي بتاخد نهاية او. كليتاب وفسيوم ما تكون مهنتك. طب ليه ما خدناش ادرسك هتحيجي قبلها تون. ودي مهنة مذكر. ودي دوجزمو تنكر مذكر. الامتحان التاسع من لولا بتقول الو سي ايه مسيو انه مسيو ارسل فيترنير الطبيب البطري انها نعم يا مدام انا استطيع فو ادير مساعدك. قالت له نعم. منشا قطي يكون تغيم ملد مريض جدا. لا فوت غادرس عنوانك سي البوبليم من فضلك. قالت لها قالت له 5 شارع فيكتور هوجو. لا ماشي جي في ام فيت انا جاي بسرعه. سي بوغسون هؤلاء الاشخاص يتكلمون او تليفون في التليفون. مسيو ارثر سوف يفحص انشات يعني قط. فيكتور هوجو انه اسم. قالت له اسكن في 5 شارع فيكتور هوجو بانرو شارع. مسيو ارثر طلب من السيده سون ادرس عنوانها الاخرانية. جمابيل فريدريك انا اسمي فريدريك انا اكون فرنسي انا اكون في اجازة في اليابان. انها بلد اسيوي. انا اسكن في ساكابيتال في العاصمة. جي فيدي بومند اعمل نزهة في الطبيعة انتر بين الغابات والزهور والجبال. جي بغند انا اخذ دي فوتو صور افيك مي زامي مع اصدقائي اليابانيين. اتنزه على العجله سي يبغتك انه عملي. فريدريك يكون في اليابان بور فيغ دو توريزم العمل سياح. اليابان توجد في اسيا. فريدريك ياتي من فرنسا عشان هو فرنسي. في اليابان فريدريك يتنزه افيلو على العجله. يقولك تيم فيت انت تدعو زميلك لزياره تاميزون منزلك. انت هتقول له تعال شوف منزلي. هتقول له منزلي يكون في حي انه منزلي انا انظم حفلة الى منزلي جي تي اتوند انا انتظرك. زميلك تي دمان يطلب منك طاب وسون هوايتك. ماذا هو يقول؟ هقول له كمتي بصيت وزير كيف تقضي اوقات فراغك تي ان فوتو دي تموا كيسك الفي. ماذا يفعل زميلك؟ هقول له اين تقضي او كيف تقضي اوقات فراغك. تنمي زميلك تي دوماند يطلب منك باريس انها ماذا انت هتقول العاصمة الفرنسية. تي اكسبرمي انت تعبر عن تون سويت امنيتك. ماذا انت تقول؟ هتقول له اتغم لسان اكون طبيب انها مون سويت امنيتي. تنمي زميلك تي دوموند يطلب منك أين تذهب لكي ترى أعمال فنية. ماذا أنت تقول؟ أو موزي إلى المتحف. تي دوموند أن تطلب من أبوك كيسك ماذا الطبيب البيطري يفعل. ماذا هو يقول؟ هتقول إل سوانيني مالاد هو يعالج زنمو الحيوانات. زميلك تي دوموند يطلب منك أي عناصر الطبيعة أنت لا تحب. ماذا أنت تقول؟ هتقول جوتي تستي أنا أكره البراكين. تيفا تذهب الى صوبة كافيه الى المقهى. يبقى هقول له لماذا تذهب الى المقهى. اطفالي وانا ان بور خائفين من الكوكونيلي بافواغ بور. في الصيف لا يوجد دنا في اخذ دي او او دي ابوستروف. انت تاتي المفروض من اين. ادور على كلمه اسمها من اين. قال لك دي او. اون فا على بيبليوتيك نذهب الى المكتبة لكي نقرأ. اخذ بو لكي. مامي وامي تكون كوزونير طباخة اخذ التانية. قليتو دغوا مشي طوالي ثم بأمر كم شخص بأمر مع الفو. يبقى تغني اغش لف يسار.
تي فا أنت سوف التو معاها تو زي ما هي، وفا وراها مصدر يبقى تو بغمني أخد التانية. امتحان العاشر والأخير النهاردة من مدينة كان، ده أوسكار اللي كاتب بيقول شير فيلو عزيزي فيلو جي إم بيكو، أحب جدا مدينة كان، الناس يكونوا تريسين براعين، هم يحبون التناقش بدون إيه أثناء الساعات ساعات طويلة. انفيدو فيلو نمارس فيلو ركوب الدراجات مع الأصدقاء في البارك في الحديقة. أم فيزيت نزور المتاحف، أم فا أو كافيه نذهب إلى المقاهي وحديقة الحيوان، وجود اليوم أم فا لابسين نذهب إلى حمام السباحة لكي نسبح، يوم منجي ونأكل في مطعم سيام يزينه مسلي، دومان غدا أم فا لير سنذهب أو بارك دي أتراكسيون لحديقة الملاهي، جادوغ لو توبوغان أعشق الزحليقة وبيت الرعب. ده أوسكار اللي بيقول في النهاية أم فا لير سنذهب إلى البوتيك إلى المحلات بوغ أشتي لكي نشتري هدايا تذكارية. السكان الفرنسيين يحبون نقط أثناء ساعات بغلير الكلام أو المناقشة ديسكوتير. أوسكار في يمارس ركوب الدراجات معه، هو قال مع الأصدقاء يبقى فيك ديكوبين. دومان غدا أوسكار سوف يذهب إلى حديقة الملاهي أو بارك ديو أتراكسيون. أوسكار يزور كان، هو قال 12 مايو يناير فبراير مارس ابريل مايو بشهر 5 يبقى في الربيع. جمابيل انا اسمي فيكتور، انا اكون مدرس رياضيات اولوسي في مدرسة اولاد في الاسكندرية، انا اسكن في الاسكندرية مع فيك ما فامي اسرتي شكمتان كل صباح جي في اولوسي، انا اذهب الى المدرسة الساعة 8 ابي على الاقدام. بو أليغ أولوسي للذهاب إلى المدرسة جي في تو دوغوا مشي طوالي، هو بيروح على الأقدام وراح الساعة 8، جي في تو دوغوا طوالي بوي ثم ألف على اليمين، المدرسة تكون بين النادي والبسطة، فيكتور يكون بروفيسور مدرس. فيكتور يذهب إلى مدرسته الساعة كام؟ الساعة 8. فيكتور يذهب إلى المدرسة وقال أبي على الأقدام. فيكتور يصف خط السير إلى المدرسة. أخذ الآخر الصفحة معي النهاردة. تي ديموند أن تطلب من زميلك عنوانه وماذا هو يقول؟ هيقول إنه 5 شارع عرابي. تي ديموند أن تطلب من زميلك صندوق زمو تنكره في الحفلة، ماذا أنت تقول؟ هتقول له تنكرك سيكوا إنه ماذا؟ أنت تصف إلى أختك تنقي كل مدرستك، ماذا أنت تقول؟ هتقول اليا يوجد دي تغين دي سبور ملعبي الرياضي. تضمن أن تطلب من زميلك ماذا يفعل في العطلة، هو هيقول جيب غين دي فوت ناخذ صور للحيوانات في الغابة. تنمي زميلك تضمن أن تطلب من زميلك كيسك تنبغ ماذا أبوك يعمل، هو حيقول لك هو يكون مدرس ديماس رياضيات. تنمي زميلك تي دوموند يطلب منك بوركوالي ماذا تتمنى أن تكون طبيب، أنت حتقول بوغس ونيلي مالادي كي يعالج المرض. تي دوموند تطلب من زميلك سون أدرس عنوانه، ماذا أنت تقول؟ هقول له أين تسكن اللي هي التانية. من أنكل عمي يسكن في المدرسة، يبأخذ ديفون لا يكل أمام المدرسة. صديقتي إنها صديقة علي ورامي، بتكلم عن الصديقة تكون أمريكان أمريكية. أن تأتي من الحديقة، الحديقة مذكر أخذ دو. فاتي الفعل الأولاني مصرف يبقى الفعل التاني مصدر، أنت ستسمع الموسيقى أخذ إيكوتير آخرها ووجه مجموعة. أجوردوي اليوم الطقسي يكون كلير صافي، أخد إيه فيرب أتر الطقس يكون مع الطقس. على تولد أم وان تعبير على بعض وخدناه كتير جدا، أم وان دو في شهر باخد دو. أكتيفيتي أنشطة جمع مؤنث أخد كل التالتة. جيفا على لبغير أنا أذهب إلى المكتبة، المكتبة مؤنث أخد ألا. الحمد لله رب العالمين. وصلنا مع بعض لحد صفحة 102 من كتاب برافو سنة تانية. انتظروني في الفيديوهين الثلاثة اللي جايين دول، اخلص لكم الكتاب
انتظرونا ما تستعجلوش عليا، اذا كان في الامر بايه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.